كذلك قضية عرف الله المسألة فكتعرفوا الأمور كتمشي بواحد الطريقة. نحن كل سنة كتكون عندنا ميزانية، كل سنة تكون عندنا نقاش، وكل سنة تكون عندنا إكراهات. فكتعرفوا أن خصنا نحافظوا على واحد النمو، خصنا نحافظوا على المستثمر، لأن الأموال التي تأتي لجميع الدول والتي تخلق نمو استثمار داخلي واستثمار الخارجي. وبالتالي إذا كان من الإمكانية أن أعفي شركات لتبقى منتجة وتشغل، أو أن عندها أزمة أن توقف تشغل وتوقف حتى الأداء الضريبي. فبالتالي عملنا فيها مرونة، ليس فقط بهذه السهولة عرف الله المسألة، ولكن كل ما يصب في صالح النمو. نحن نريد من خلال هذا التعديل الحكومي ومن خلال الجهود التي كيبداو جميع القطاعات ديما في الصحف، أن نريد أن نحقق نمو. إذا حققنا نمو حققنا كل الاحتياجات، والنمو يأتي من المقاول ويأتي من المستثمر ويأتي من الإدارة ويأتي من الوزير ويأتي من الحكومة ويأتي من الصحفي. قد يكون مقالا صحفيا يدمر اقتصاد بكامل، وقد يكون مقالا يخلق رأيا غير صحيح. مع احترامي وقدر الهيئة الصحفية بكامل الاحترام، وأنا مستعد أطور معهم جميع العلاقات، ولكن في إطار القانون، الحفاظ على الدولة وعلى مؤسستها بالقانون، رأي العام مرحبا به بالقانون. يعني لا نؤذي أنفسنا ونؤذي مؤسستنا، ولكن حرية التعبير مكفولة للجميع. وأشكركم.